بسم الله الرحمن الرحيم. هدف المحاضرة هنقوم بالتعرف على بعض الأوامر لتفحص حالة الشبكة، زي أمر بينج يستخدم لتفحص الاتصال بين أي جهازين، IP config للتعرف على عنوان جهازك، IP config slash all للتعرف على عنوان الجهاز مع بعض المعلومات الإضافية الخاصة بالماك أدرس والDNS server والDHCP server. بعدين عندنا الأمر ريليز يستخدم مع DHCP server، يستخدم لإلغاء عنوان الجهاز الحالي. احنا عندنا DHCP server بيوزع IP تلقائي، فلو جهازك أخذ IP وبعد فترة علق ما منضمش إلى الشبكة، صار في مشكلة إنه الجهاز مش قادر يتواصل مع الشبكة، بيكون في تعليق من السيرفر اللي هو DHCP اللي بوزع IP، فبروح بلغي IP اللي أنا أخذته اللي جهازي أخذه من DHCP سيرفر، بعدين بعمل له رينيو بجدد وبطلب من السيرفر يوزع IP تاني، فبتنحل المشكلة. بعدين عندنا بدي أعرف اسم الجهاز من الكوماند برومت من موجه الأوامر، بكتب هوست نيم بيعرض لي اسم الجهاز. بدي أعرف الأجهزة على الشبكة اللي أنا منضم إلها من موجه الأوامر، بستخدم النت فيو بيعرض لي الأجهزة الموجودة على شبكتي. لو بدي أسهل على الكرت لتعريف كرت الشبكة مباشرة من غير ما أروح لسلسلة من الخطوات، بكتب في تشغيل اللي هو الأمر ncba.cbl وبعرف كرت الشبكة. بعدين عندنا الهدف الثاني، بدنا نعمل اعداد للماب نتورك درايف عشان نشارك المجلدات والملفات على الشبكه، بتفيد في نشر الملفات على الشبكه ومشاركه. نقوم بالتطبيق. عندي الان شبكه بين جهازين، جهاز عليه ويندوز 8 وجهاز عليه ويندوز سيرفر 2012. طبعا زي ما احنا شايفين هنا عنوان الجهاز اللي عليه ويندوز سيرفر 2012 عنوانه 172.16.11. لو بدي اعرف العنوان هذا من خلال الكوماند برومت او موجه الاوامر، بسهل لرن، طبعا بضغط على مفتاح الويندوز مع R بعدين CMD، وهان بكتب IP config، فبيعرض لي نفس عنوان الاي بي اللي انا تو شفته من خلال موجه خلال الشاشة. لو بدي ارجع لها تاني من خلال امر cnba.cbl انتر ncba.cbl، هاي تعريف كرت الشبكة باليمين خصائص، بعدين عندي الاي بي اللي احنا طلعناه من موجه الاوامر، هاي عندي 172.16.11 هو نفسه عنوان الجهاز اللي انا اعطيته لكرت الشبكة. لو بدي احصل على تفاصيل تانية غير عنوان الشبكة، عنوان كرت الشبكة لجهازي، بدي اعرف عنوان الدي اس سي بي سيرفر اذا كان موجود، او عنوان الدي ان اس، يعني هنا ممكن اعطي عنوان للدي ان اس 172.16.10 على اساس انه على نفس لو انا بدي افرض انه السيرفر على نفس الجهاز، فبعطيه نفس عنوان الجهاز، بدي انا اسعى نفس جهازي هذا بعطيه نفس عنوان الجهاز، ممكن ياخذ عنوان اخر بديل له، ممكن اعطيه عنوان بديل 172.16.10.11، يعني في حال العنوان الاول علق بيكون في عندي بديل له، انتر. طبعا بيقول لي بيسالني عن الجيت واي، ما عندناش راوتر، لو في راوتر هنا اوكي. لو بدي اعرف التفاصيل اكثر بكتب اي بي كونفيج سلاش اول، فبيعطيني تفاصيل. هاي الدي ان اس، عنوان الدي ان اس
الأساسي والبديل 11 و 12. وفي عندنا الماك أدرس، هاي الفيزيكال أدرس، هو هذا الماك أدرس تبع الجهاز. اسم الجهاز هيو برضو ظهر عندي، وعنوان الجهاز، عنوان الكرت لجهازي برضو شفناه. طبعا لانه ما فيش دي اس سي بي سيرفر بياناته ما ظهرتش، لازم انا اعرفه واعمل له اعداد على جهاز ال 2012 عشان يظهر بيانات للدي اس سي بي. هاي دي اس سي بي انيبل نو، لو في دي اس سي بي سيرفر كان هان يس. فبالتالي كل هاي البيانات انا ممكن احصل عليها من خلال موجه الاوامر باستخدام الامر اي بي config slash all. زي ما حكينا لو بدي افحص الاتصال بين اي جهازين بينج، وبكتب عنوان الجهاز الاخر 172.16.10.10 عنوان الجهاز هاي اللي عليه ويندوز 8، بعمل انتر. فهي الرسالة اللي ظهرت عندي ريبلاي، في استجابة من الجهاز اللي رقمه 10، بمعنى انه في اتصال. فلو بدي اعمل مشاركة بين اي مجلد على جهازي بقدر اصله من الجهاز الثاني، او زي ما حنشوف لما نعمل الماب نتورك درايف. قلنا لو بدنا نعرف اسم الجهاز بستخدم الهوست نيم، الامر هوست نيم انتر، هاي اسم جهازي وين تمام. لو بدي اعرف الاسم تاع الجهاز باليمين بروبرتيز، هاي كمبيوتر نيم، هاي زي ما ظهر عندنا وين ديف الاحرف هاي عرفته من خلال الامر. هاي هذا الاسم نفس هذا الاسم عرفناه من خلال الامر هوست نيم. لو اجينا نقول اي بي كونفيج سلاش ريليز، هذا الامر بيخلي جهازي يترك الاي بي اللي اخذه من الدي اس سي بي سيرفر، بس لانه ما فيش دي اس سي بي سيرفر مش حيكون في اي ناتج، وبجدده باي بي رينيو. نعمل ريفرش لطلب اي بي، اي بي لو كان في عندي مشكله في الاتصال بين اي جهازين. تعرفنا على الاي بي كونفيج سلاش اول، وتعرفنا على الاي بي كونفيج سلاش ريليز رينيو، وشفنا هوست نيم. عندنا نت فيو عشان اعرض نت فيو، بدي اشوف اجهزة الشبكة. هاي عندي جهازين، جهاز اسمه ستودنت، وجهاز اسمه اللي هو الجهاز تبعي اللي انا قاعد عليه تو الان. الجهاز الثاني هذا معناته اسمه ستودنتس، لو جيت اتاكد اي هوست نيم اي اسمه ستودنتس، من هان برضو بتاكد مره ثانيه. كل هاي الاوامر بتساعدني في الترابل شوتينج للشبكه. كمبيوتر نيم هاي ستودنتس تمام. الان بدنا نعمل اعداد للماب نتورك. بس في البدايه بنعمل مشاركه لمجلد، ننشئ مجلد. ممكن نسميه تيست، شيرينج
Advanced Sharing وبختار Share Apply. اوكي كلوز. الان انا لو فتحت الكمبيوتر انا بدي اعمل درايف هنا يظهر هنا. عشان اعمل ماب نتورك درايف طبعا في عنا هاي ماب نتورك درايف من كمبيوتر ماب نتورك درايف بعطيه اي رقم من هان اي حرف وبصل للملف اللي انا عملت له مشاركة اللي هو تيست. طبعا احنا عملناه على جهازي طلب مني الادمن باسورد فيش باسورد تقريب هذا الجهاز البعيد. طب ماشي اللي هو باسورد طبعا الباسورد هيكون للجهاز الاخر اللي اسمه وين تمام. هاي في SS في الجهاز الثاني في هاي المجلد هذا معمول له مشاركة لو بدي اصله من خلال ماب نتورك درايف بختاره اوكي فينيش هيو ظهر عندي كدرايف من هم بصله. هاي المجلد بدل ما اروح لو ما كنتش حافظ اسم الجهاز الثاني اللي هو الاسم هذا الطويل مش عارف احفظه او ما كنتش عارف الاي بي تبعه باجي مباشره بصل المجلد على الجهاز اللي عليه ويندوز سيرفر 2012. ممكن اعيد نفس الخطوات عشان اصل للمجلد اللي عملت له مشاركه اللي هو تيست. هنا عملنا مجلد اسمه تيست هيو لو بدي اصل للمجلد هذا من خلال السيرفر الجهاز الثاني يعني بفتح ماي كمبيوتر بعدين كمبيوتر بعمل اد بعمل ماب نتورك درايف بسميه بعطيه اي رمز وبصل للمجلد في سكيورتي لسه ما تعرفش بدي اعيد بمعنى الاخر اعيد نفس الخطوات اللي انا عملتها هناك. علق الجهاز ولا ايش Network discovery stand off. Network computer and devices are not visible. Please turn on network discovery in network and sharing center. فيها أنا خاصية معمولة off. Network discovery. نشوف سيرفيسز نرجع هان لو حبينا نعيد نفس الخطوات على جهاز في الشبكة لويندوز 7 طبعا بنفتح جهاز الكمبيوتر ماب نتورك وبنختار اي حرف
بس حبيت أشوف هاي الأجهزة ظهرت. صار في عندي ثلاث أجهزة، جهاز السيرفر والستودنت والجهاز الثالث اللي ضفته. طبعا احنا على جهاز الستودنت طلب مني الباسورد وكل الادمن، بس الادمن معلوش. طيب ادمن ستريتر اسم المستخدم، اوكي. انا الاشكاليه لازم اعمل باسورد، الادمن ملوش باسورد. حساب الادمن بدي اعطيه باسورد، جرب تاني. نصل للمجلد، تمام. هاي مجلد التست اللي انا عملت له مشاركة على جدول على جهاز ويندوز 8، بختاره اوكي. تمام بيسجل، بختار الجدول المجلد اوكي، بعدين فينيش. وهي فتح لي ماب درايف، بقدر اصل له. هي ظهر عندي مباشرة، مش محتاج احفظ اسم وعنوان الجهاز البعيد اللي هو الجهاز هذا. بدي اصل لمجلد موجود عليه اللي اسمه تيست. هاي بصله من خلال الماب درايف اللي انا عملته على الويندوز. هان كل سهولة. هذه احد فوائد الماب درايف، بقدر اصل للملفات عن بعد. بهيك بنكون انهينا اهداف المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهداف المحاضرة حنقوم بالتعرف على بعض الاوامر لتفحص حالة الشبكة، زي امر بينج يستخدم لتفحص الاتصال بين اي جهازين، اي بي كونفيج للتعرف على عنوان جهازك، اي بي كونفيج سلاش اول للتعرف على عنوان الجهاز مع بعض المعلومات الاضافية الخاصة بالماك ادرس والدي ان اس سيرفر والدي اس سي بي سيرفر. بعدين عندنا الامر ريليز يستخدم مع الدي اس سي بي سيرفر، يستخدم لالغاء عنوان الجهاز الحالي. احنا عندنا الدي اس سي بي سيرفر بيوزع اي بيات تلقائي، فلو جهازك اخذ اي بي وبعد فترة علق ما انضمش الى الشبكة، صار في مشكلة انه الجهاز مش قادر يتواصل مع الشبكة، بيكون في تعليقة من السيرفر اللي هو الدي اس سي بي اللي بوزع اي بيات، فبروح بلغي الاي بي اللي انا اخذته اللي جهازي اخذه من الدي اس سي بي سيرفر، بعدين بعمل له رينيو بجدد وبطلب من السيرفر يوزع اي بي ثاني فبتنحل المشكلة. بعدين عندنا بدي اعرف اسم الجهاز من الكوماند برومت من موجه الاوامر، بكتب هوست نيم بيعرض لي اسم الجهاز. بدي اعرف الاجهزة على الشبكة اللي انا منضم الها من موجه الاوامر، بستخدم النت فيو بيعرض لي الاجهزة الموجودة على شبكتي. لو بدي اصل على للكرت لتعريف كرت الشبكة مباشرة من غير ما اروح لسلسلة من الخطوات، بكتب في تشغيل اللي هو الامر ncba.cbl وبعرف كرت الشبكة. بعدين عندنا الهدف الثاني، بدنا نعمل اعداد للماب نتورك درايف عشان نشارك المجلدات والملفات على الشبكة، بتفيد في نشر الملفات على الشبكة مشاركة. نقوم بالتطبيق. عندي الآن شبكة بين جهازين،
جهاز عليه ويندوز 8 وجهاز عليه ويندوز سيرفر 2012. طبعا زي ما احنا شايفين هنا عنوان الجهاز اللي عليه ويندوز سيرفر 2012 عنوانه 172.16.11. لو بدي اعرف العنوان هذا من خلال الكوماند برومت او موجه الاوامر، بصل لرن، طبعا بضغط على مفتاح الويندوز مع R بعدين CMD، وهان بكتب IP config فبيعرض لي نفس عنوان الاي بي اللي انا تو شفته من خلال موجه خلال الشاشه. لو بدي ارجع لها تاني من خلال امر cnba.cbl انتر ncba.cbl اي تعريف كرت الشبكه باليمين خصائص، بعدين عندي الاي بي اللي احنا طلعناه من موجه الاوامر، هاي عندي 172.16.11 هو نفسه عنوان الجهاز اللي انا اعطيته لكرت الشبكة. لو بدي احصل على تفاصيل تانية غير عنوان الشبكة، عنوان كرت الشبكة لجهازي، بدي اعرف عنوان الدي اس بي سيرفر اذا كان موجود، او عنوان الدي ان اس، يعني هنا ممكن اعطي عنوان للدي ان اس 172.16.10 على اساس انه على نفس ال... لو انا بدي افرض انه السيرفر على نفس الجهاز فبعطيه نفس عنوان الجهاز، الدي ان اس على نفس جهازي هذا بعطيه نفس عنوان الجهاز، ممكن ياخذ عنوان اخر بديل له، ممكن اعطيه عنوان بديل 172.16.10.11، يعني في حال العنوان الاول علق بيكون في عندي بديل له انتر. طبعا بيقول لي بيسالني عن الجيت واي، ما عندناش راوتر، لو في راوتر هنا اوكي. لو بدي اعرف تفاصيل اكثر بكتب اي بي كونفيج سلاش اول فبيعطيني تفاصيل هاي الدي ان اس، عنوان الدي ان اس الاساسي والبديل 11 و12، وفي عندنا الماك ادرس، هاي الفيزيكال ادرس هو هذا الماك ادرس تبع الجهاز، اسم الجهاز هيو برضو ظهر عندي، وعنوان الجهاز عنوان الكرت لجهازي برضو شفناه. طبعا لانه ما فيش دي اس سي بي سيرفر بياناته ما ظهرتش، لازم انا اعرفه واعمل له اعداد على جهاز 2012 عشان يظهر بيانات للدي اس سي بي. هاي دي اس سي بي انيبل نو، لو في دي اس سي بي سيرفر كان هان يس. فبالتالي كل هاي البيانات انا ممكن احصل عليها من خلال موجه الاوامر باستخدام الامر اي بي كونفيج سلاش اول. زي ما حكينا لو بدي افحص الاتصال بين اي جهازين بينج وبكتب عنوان الجهاز الاخر 172.16.10 عنوان الجهاز هاي اللي عليه ويندوز 8 بعمل انتر، فهي الرسالة اللي ظهرت عندي ريبلاي في استجابة من الجهاز اللي رقمه 10، بمعنى انه في اتصال. فلو بدي اعمل مشاركة بين اي لو اي مجلد على جهازي بقدر اصل له من الجهاز الثاني، او زي ما حنشوف لما نعمل الماب نتورك درايف. قلنا لو بدنا نعرف اسم الجهاز بستخدم الهوست نيم، الامر هوست نيم انتر،
هاي اسم جهازي وين؟ تمام. بضرب الاسم تاع الجهاز باليمين. Properties. هاي كمبيوتر نيم. هاي زي ما ظهر عندنا. وين ديف الأحرف هاي عرفته من خلال الأمر. هاي هذا الاسم نفس هذا الاسم عرفناه من خلال الأمر host name. لو جينا نقول IP config slash release هذا الأمر يخلي جهازي يترك الاي بي اللي اخذه من الدي اس سي بي سيرفر، بس لانه ما فيش دي اس سي بي سيرفر مش حيكون في اي ناتج، وبجدده باي بي رينيوم. نعمل ريفرش لطلب اي بي اي بي لو كان في عندي مشكله في الاتصال بين اي جهازين. تعرفنا على الاي بي كونفيج سلاش اول، وتعرفنا على الاي بي كونفيج سلاش ريليز رينيو، وشفنا هوست نيم. عندنا نت فيو عشان اعرض نت فيو، بدي اشوف اجهزة الشبكة. هاي عندي جهازين، جهاز اسمه ستودنت وجهاز اسمه اللي هو الجهاز تبعي اللي انا قاعد عليه تو الآن. الجهاز الثاني هذا معناته اسمه students. لو جيت أتأكد أي host name أي اسمه students. من هان برضو بتأكد مرة ثانية. كل هاي الأوامر بتساعدني في الترابل شوتينج للشبكة. computer name هاي ستودنتس. تمام. الان بدنا نعمل اعداد للماب نتورك. بس في البدايه بنعمل مشاركه لمجلد، ننشئ مجلد. ممكن نسميه تيست. شيرينج، ادفانس شيرينج، وبختار شير ابلاي. اوكي كلوز. الان انا لو فتحت الكمبيوتر انا بدي اعمل درايف هنا يظهر هنا. عشان اعمل ماب نتورك درايف طبعا في عنا اي ماب نتورك درايف من كمبيوتر ماب نتورك درايف، بعطيه اي رقم من هان اي حرف، وبصل للملف اللي انا عملت له مشاركة اللي هو تيست. طبعا احنا عملناه على جهازي، طلب مني الادمن باسورد. باسورد فيش باسورد تقريب. هذا الجهاز البعيد. طب ماشي اللي هو باسورد. طبعا الباسورد هيكون للجهاز الاخر اللي اسمه وين. تمام. هاي في اس اس في الجهاز الثاني. في هاي المجلد هذا معمول له مشاركة، لو بدي اصله من خلال ماب نتورك درايف بختاره. اوكي فينيش.
ايوه ظهر عندي كدرايف من هم. بس الله هاي المجلد بدل ما اروح لو ما كنتش حافظ اسم الجهاز الثاني اللي هو الاسم هذا الطويل مش عارف احفظه او ما كنتش عارف الاي بي تبعه باجي مباشره بصل للمجلد على الجهاز اللي عليه ويندوز سيرفر 2012. ممكن اعيد نفس الخطوات عشان اصل للمجلد اللي عملت له مشاركه اللي هو تيست. هنا عملنا مجلد اسمه تيست. ايوه لو بدي اصل للمجلد هذا من خلال السيرفر الجهاز الثاني يعني بفتح ماي كمبيوتر بعدين كمبيوتر بعمل اد بعمل ماب نتورك درايف بسميه بعطيه اي رمز وبصل للمجلد في سكيورتي لسه ما تعرفش بدي اعيد بمعنى الاخر اعيد نفس الخطوات اللي انا عملتها هناك. علق الجهاز ولا ايش Network discovery is turned off. Network computer and devices are not visible. Please turn on network discovery in network and sharing center. فيها أنا خاصية معمولة off network discovery. نشوف سيرفيسز نرجع هان لو حبينا نعيد نفس الخطوات على جهاز في الشبكة لويندوز 7 طبعا بنفتح جهاز الكمبيوتر ماب نتورك وبنختار اي حرف بس حبيت اشوف هاي الاجهزة ظهرت صار في عندي ثلاث اجهزة جهاز السيرفر والستودنت والجهاز الثالث اللي ضفته طبعا احنا على جهاز الستودنت طلب مني الباسورد وكل الادمن بس الادمن معلوش طيب ادمن ستريتر اسم المستخدم اوكي هنا الاشكالية لازم اعمل باسورد الادمن ملوش باسورد حساب الادمن بدي اعطيه باسورد جرب تاني نصل للمجلد تمام هاي مجلد التست اللي انا عملت له مشاركة على جدول على جهاز ويندوز 8 بختاره اوكي بسجل بختار الجدول المجلد اوكي بعدين فينيش وهي فتح لي ماب درايف بقدر اصل له هاي ظهر عندي مباشرة مش محتاج احفظ اسم وعنوان الجهاز البعيد اللي هو الجهاز هذا
11 لمجلد موجود عليه اللي اسمه تيست. هاي بصله من خلال الماب درايف اللي انا عملته على الويندوز. هان كل سهولة. هذه احد فوائد الماب درايف، بقدر اصل للملفات عن بعد. بهيك بنكون انهينا اهداف المحاضرة.